أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. أصدقائي، أنا أعتذر عن الأيام السابقة، كان شوي مثل ما بقولوا الإنتاج خفيف جدا، بس يعني نوعدكم إنه نبدأ النشاط من جديد. طبعا أنا أرحب بكل الأصدقاء المتواجدين، وأتمنى اليوتيوب يشتغل معنا. أنا شايف اشتغل اليوتيوب جيد، ولكن لا أرى هنا. أوكي. طبعا اليوم أصدقائي كنت حاطط بالعنوان إنه هل الملحدين أي مشروع، ولكن بما إنه أخونا جون سابقا على المفروض كان يطلع معنا واعتذر، واليوم جاني فجأة، فراح تكون الحلقة مع أخونا جون. جون، أهلا وسهلا فيك جون. اهلا وسهلا فيك في الحمرا الحقيقه. الحمرا الحقيقه هي على قول التبينة سامي الذيب، يعني انا في الكوكا كولا الحقيقه، هي الكوكا كولا. وتفضلوا يا شباب، صحه وانا حمرا طيبه هذه من شارعنا، صنعينها من شارعنا حمرا. يا سيدي انتم الفلسطينيه بصراحه، انتم يعني خمرجيه سكرجيه الى ابعد الحدود. اهلا وسهلا فيك جون. حبيبي جون، طبعا انت كنت معنا في حلقه سابقه، اظن كانت الحلقه بدايات البرنامج، كانت الحلقه 54 اظن على ما اعتقد، وطبعا كانت بدون صوره، فانت قررت تطلع بصورتك وتحكي للناس تجربتك صوتا وصوره. بالبدايه بس بدي اعرف هيك لمحه عن جون، مين هو جون؟ هذا ولا يهمك. أنا جون الفلسطيني، أنا من غزة، أنا ولدت في السعودية، أسرتي كانت في السعودية وعشت في السعودية 8 سنوات في جدة، بعد هيك أسرتي انتقلت على غزة. طبعا اسمي هذا جون، طبعا حاولته، ما بدي أقول اسمي القديم، بس حاولته من اسم إسلامي لاسم جون. و تربيت في غزة طول الوقت، عشت الحروب مع إسرائيل، فهذه لمحة بسيطة يعني عني. أكيد جون، بصراحة يعني أنت جون كان اسمك إسلامي، وأنا جان كان اسمي محمد، يعني فكلنا بالهوى سوا حبيبي. على كل حال أخوي جون، أنت كان عندك رسالة بدك توجهها، إذا تتفضل تتكرم توجه رسالتك. رسالتين. أول رسالة، كل إشي محرم في القرآن أنا حللته. الخمرة قدامكم، نهر الخمر في الجنة، لا إحنا بنشرب الخمرة في الدنيا، ما فيش حاجة في الجنة، فيش جنة، في دنيا بس. وهي الخنزير مكتوب هنا شفاين، للمشاهدين اللي بيحكوا ألماني مكتوب شفاين خنزير، أنا أبو لهب. هاي الخنزير، هذا اعتقد انت عملت 400 حلقه ولا واحد قدامك اكل خنزير. هاي الخنزير يا مسلمين، ها. صحه وهنا. على كل حال انا ما بعرف، الجنه في خمر ولكن لا اعرف انه في لحم خنزير، فناكل لحم الخنزير هون، لانه حتى بالجنه ما راح يطعمين لحم خنزير. اتمنى يا تفضل جون. الرسالة الثانية، أنا من غزة، أنا الوحيد الكافر من أهلي، أهلي في غزة عايشين. رسالة للي حاكمين غزة، أنا عارفكم أنتم إسلاميين متطرفين إرهابيين لأبعد الحدود، أهلي كفروني، أهلي قالوا عني كافر ملحد، أنا مش ابنهم، فأهلي سيبوكم منهم، أهلي مسلمين بيصلوا بروحوا على الجامع، ما لكمش علاقة فيهم نهائياً، إذا بدكم إياني الحقوني أنا في أوروبا في ألمانيا. أما أهلي من همش علاقة نهائيا، أهلي مسلمين زيكم، فما تقربوهم بالمرة. شكرا. أشكرك جون، بصراحة أنا ما أظن يعني أخوتنا المسلمين يلحقوا أهلك، إن ما بيأذوا الأهل، إن هاي الأنظمة الدكتاتورية هي بتأذي الأهل، ولكن المسلم بيجيك إلك يعني شخصيا، ف ما اظن اهلك يتاذوا من حماس ولا غير حماس يعني، وانا اتمنى ما يتاذوا. رقبتي سداده للالحاد، رقبتي سداده للالحاد، معلش يقتلوني انا اللي اجرت الالحاد، فاذا بدهم
واحد يركبوه ويقول عنه مجرم ولا مش عارف شو، انا المجرم، انا ملحد، انا كافر. اما اهلي ما لكمش علاقه فيهم وبس. بكل تأكيد، على كل حال أنت لست مجرم، أنت إنسان ثوري، يعني ترفع لك القبعة لأنك أجهرت في زمن الانحطاط هذا اللي يا حيف واصلين فيه إلى شو شتنا مثل ما بقولوا، إن كان من المثقفين ما يدعون يسمون نفسهم مثقفين إلى ناس غير متعلمين يعني حتى. على كل حال جورج، جون آسف، جون حبيبي، يا ريت نبدأ عرفنا مين هو جون في الطفولة، بالدين اللي تعرف عليه، كنت مؤمن، تصلي، تصوم، هالأشياء هي هيك تخبرنا فيها، تفضل. طبعا يعني انا ضحيه من ضحايا الاسلام، زي ملايين، زي اغلب المسلمين للاسف. فانولدت في هالظلام الدامس في البيئه المظلمه، تعلمنا من هالقرف والدين الاسلامي اللي غسل عقولنا وعلمنا بس الكراهيه منذ الطفوله، بحشوا في دماغنا في الجامع، الاهل، في المدرسة، وين ما تروح الدنيا ظلام، يقول لك انه انت المسلم الوحيد الناجي في هالدنيا وانت الاحسن واحد في الكون، وكل العالم كافر حيروح جهنم ولازم نحارب الكون كله. فانولدنا في بيئة كراهية، انا انولدت في بيئة كراهية للأسف، يعني كنت عايش في الظلام. فللأسف الشديد وانا صغير يعني كنت زي اغلب المسلمين اكره البشر جمعاء، يعني ما احب اي حدا، لا مسيحي لا يهودي ولا بوذي، حتى المسلم اللي ما يصلي يقول عنه كافر. وكنت اسلام، يعني كنت زي الاخ نسيت اسمه اللي من مصر، احمد حرقان، داعشي، يعني ما التنظيمات الاسلاميه صدقني ما بيفرقوا عن بعض مره، يعني لقيتهم بيحاولوا انهم ايش، يقول لك داعش هذه فئه ضاله هم كويسين، الاخوان المسلمين والمش عارف شو وهذه الجماعه وهذه، كلهم زي بعض، كلهم داعش، كلهم مجرمين. فكنت في عايش في بيئه ظلاميه، فصرت ظلامي زيهم، يعني صرت منذ الطفوله اروح المساجد، اصلي 5 مرات في اليوم، كنت انتمي لحزب حماس الارهابي للاسف الشديد، وتعلمنا من هالدين المتوحش هذا اللي بيكره. ليش كان عمرك لما انتسبت لحماس؟ يعني طفولة، كان عمري 14 15 ولا زي هيك. قديش طولت في حماس؟ يا ريت تحكي لنا عن تجربتك مع حماس، اذا من البدايه للنهايه مع حماس، كيف بلشت وكيف انتهت؟ لما كنت اروح للمسجد حقيقة انا اهلي مش حماس، اهلي يعني بيصلوا بس مش حماس، يعني كويس انه مش حماس. ف انا الوحيد اللي يعني كنت متشدد، فكنت لما اروح للمسجد بعد الصلاه اقعد، فلما اقعد يعملوا هيك ندوات دينيه حمسويه، فكنت 14 15 ما افهم شيء، يعني واحد صغير بالسن ما يفهم شيء يعني. فكنت اقعد معاهم واسمع الكلام اللي بيحكوه واصدق كلامهم، للاسف الشديد يعني. وكنا نطلع معهم مظاهرات، يطلعوا مظاهرات ضد، هم قاعد ايش يقولوا ضد اليهود، لا هم ضد المسلمين نفسهم، ضد يعني ضد المسلمين اللي مش متدينين. هم اصلا كان يقول هم المتدينين، بيقول على المسلمين اللي مش متدينين مش منتمين لإلهم كفار، هم بكفروا بعض اصلا، يعني مسلمين متدينين بكفروا مسلمين بينتموش لجماعتهم. فاحنا كنا مش نكفر بس اليهود ولا المسيحيه، لا كنا نكفر المسلمين اللي بينتموش لجماعه حماس، للاخوان المسلمين. ف يعني ظلام ظلام، يعني كنت متشدد معاهم، اطلع في المظاهرات، اطلع نخش في الندوات. كويس اني كنت صغير، كويس اني ما كبرت على الظلام هذا، يعني لعند 17 18 سنه سبتهم،
ولا كنت هجيت مع قاطعي الرؤوس هذول الوحوش شو السبب، شو سبب انك تركت حماس؟ شو ليش تركته؟ زمان زمان صرت اكفر اهلي. تخيل انا اقول لابويا وامي واخوتي وخواتي انتم كفار، تخيل. ليش؟ لانهم هم مش ملتزمين تعليم حماس. ايش تعليم حماس؟ الارهابيه، الاخوان المسلمين، داعش، هذول الوحوش. كل شيء حرام. مهما كان المسلم اللي مش منتمي للجماعات الاسلاميه بضلوا انسان، يعني ضحيه بس مش منتمي لهم. ف يعني مثلا اهلي بيسمعوا موسيقى، مثلا اقول لهم انتوا ليش بتسمعوا موسيقى؟ الموسيقى حرام. كانوا خوات زمان قبل ما تحكم حماس غزه كان في نسبه يعني عاليه من النساء تطلع بشعرها، فاقول لاخواتي لا البسوا منديل حرام اللي بتعملوه. فكنت اقول عن اهلي كفار. ليش؟ لانهم مش منتمين للجماعات الاسلاميه. تخيل واحد بكفر اهله، فما بالك ببقيه المسلمين ولا بقيه البشر. شو اللي نفعك من حماس خلاك تنفر من حماس تقول اوكي انا ما بدي التنظيم هذا واتركه؟ يعني شو السبب؟ اسباب كثيره طبعا غير سبب اهلي، انه مثلا حماس كانت تقتل الناس. حماس بتقتل الناس، تقتل المسلمين. سيبك من اليهود، سيبك من الحرب مع اليهود، الحرب الكذب هذه حرب خداعيه. حماس تقتل في الاحزاب اللي مش منتميه لها. يعني واحد في تنظيمات عديدة، احنا مثلا في فلسطين مثلا بدي اعدد لك، في تنظيم فتح، في حماس، في الجهاد، في الجبهة الشعبية الديمقراطية. التنظيمات اللي مش منتمية لها ومش موالية لها كانت تقتلهم وتقول عنهم كفار. انا اصدقائي من حماس كانوا يقولوا على حركة فتح لانهم شوية علمانيين، يعني هم مسلمين بس علمانيين شوية، يقولوا عنهم كفار هذول يهود. فكانوا في الحرب اللي وقعت بين حماس وفتح قتلوا آلاف من فتح وحبسوهم وعذبوهم. أنا كنت أشوف بعيني ناس تأخذهم على السجن. إيش سجن؟ في الجامع تحت الأرض، يحطوهم بالجامع تحت الأرض، مكان الصلاة، مكان الله، يعذبوا الناس في مكان الله. فأسباب عديدة، يعني أسباب عديدة اللي خليتني أترك حماس. وكويس إن كنت صغير، لانه اللي بيترك حماس هو كبير ما بيسيبوه، يعني بلبسوه مصيبه يا بقتلوه يا برموه على الحدود عند اسرائيل. بيقول اليهود قتلوه وهو بيكون ايش؟ هم اللي قتلوه الحمسويه. فظائع فظائع يعني. وغير هيك انه طبعا هذه قصه حماس. في قصه ثانيه انه الاسلام نفسه، يعني الاسلام جريمه، هو نفسه الاسلام جريمه. طيب خلينا ندخل بالاسلام. انت شو شفت سيئات الإسلام مثلا اللي خلتك تترك حماس وتترك الإسلام؟ يعني تفضل. في الإسلام هذه الجريمة الكبرى، لأنه أصلا قبل ما تيجي حماس وقبل ما تيجي الإخوان وقبل ما تيجي داعش وقبل ما تيجي كل هالجماعات الوحوشة وقبل ما تيجي الخلافة العثمانية والعباسية والأموية والخلفاء الراشدين والبطيخ ومحمد، هو محمد هو المؤسس. فالشيء بدأ من 1400 سنة، الظلام الدامس. لما تشوف إنه كل شيء حرام، كل شيء حرام، مش حاجة حلال. فإيش إيش 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 يعني خليك تحب إشي في هالدنيا؟ إذا بقول لك اقتل حالك عشان تروح على الجنة، اقتل حالك. أسمى أمانيكم، هم بيطلعوا بالمظاهرات، أسمى أمانيكم الموت في سبيل الله. الموت يعني أحلى حاجة في الدنيا إني أموت. فالإشي هذا بخليك تكفر غصب عنك. يعني واحد يقول لك إحنا الآن في الغرب مثلا، إيش أحلى حاجة في الدنيا؟ إذا أنت متجوز كويس، بس مثلا واحد مش متجوز يصاحب واحدة، هذا إشي كويس. واحد إنه يدرس إشي كويس. واحد إنه ينجح إشي كويس، يحوش مصاري إشي كويس. أما أحسن حاجة عند المسلم ولا الإرهابيين إنك تقتل حالك عشان تخش الجنة وتتمتع بالحور العين، هذا إشي فظيع فظيع. في أسباب عديدة طبعا للأسف الشديد، غير مثلا إنه
النساء عندنا مهانات لأبعد الحدود، النساء عندنا يعني عبيد سبايا، ما بيقدروا يحكوا ولا كلمة. النساء عندنا صوتهم واطي، يعني في الغرب النساء صوتهم عالي، في بلادنا العربية صوتهم واطي. خدم في البيوت، خدم، ما شغلتهم عملتهم إلا إنهم يخدموا في الرجال ويسمعوا كلامهم، وإذا ما سمعوا كلامهم بينضربوا، بيتجوز عليهم، بيطلقوهم. أسباب كثيرة، الصلاة نفسها، الصلاة هذه صلاة الإجرام، يعني إيه، أنا مش بتخيل نفسي، هذا تعذيب نفسي، هذا تعذيب. أنا أروح أصلي في الجامع 5 مرات، أبوس الأرض، في حدا في الدنيا ببوس الأرض غير المجرمين هذول؟ يعني كيف واحد ببوس الأرض؟ أنا مش فاهم، أنا مش فاهم كيف يعني واحد. بدي اسالك هون، انت وقت كنت تصلي مثلا تحط طج وتركع ونفس التمتمات ترددها دائما، شو كان احساسك؟ هل كنت تحس بملل؟ هل كنت تحس انك مثلا شخص ريبورت مثلا آلي؟ شو كنت تحس؟ هل كنت تحس بخشوع مثل ما بيدعوا المسلمين؟ عشان اكون صادق معاك 100%، اول ما يعني طبعا وانا صغير وانا بروح مع ابوي، لانه بتعرف انت الصلاه على 7 والضرب على 10 والكلام الفارغ هذا، فانغصبت اني اروح على الجامع واصلي زي ابوي واخوتي. ولما انتميت لحماس حسيت انه خشوع، والله انه ايش يعني، لما بصلي لله انه الله حيرزقني، انه الله حيجيب لي شغل، انه الله حيعطيني مصاري، انه الله حيدخلني الجنه والكلام الفارغ هذا كله. بس مع الوقت اكتشف انه كله خدع، كلام فارغ. واحد يعني بضيع من وقته 5 ساعات على الكلام الفارغ، 5 ساعات. انا في الغرب يا مسلمين بضيعوا 10 ساعات على الشغل عشان يطلعوا مصاري، وانتوا يا مسلمين تشتغلوا مع الله، تشتغلوا مع الله يا مسلمين، بدل ما تعمروا بلادكم وتصلحوا بلادكم وتشتغلوا مع الله. طب الله ايش جاب لكم؟ كل يوم بتصلوا له 5 مرات، ايش جابت الصلاه هذه؟ وتبوس الارض، وقبل الصلاه تضيع ميه، تغسل ايديك ورجليك وراسك والقرف هذا كله ليش؟ يعني حتى لو في الله، الله لازمنا نغسل ايدينا ورجلينا والكلام الفاضي هذا عشانه نضيع 50 لتر ميه على كل فرد، والاف اللترات شو هالحكي؟ اكثر ناس. يا جون يا جون يا جون حبيبي، الله المسلم بيقول لك يعني الوضوء طهارة والصلاة رياضة يعني، فأنت شو اعتراضك على المسائل هاي؟ الوضوء طهارة، الوضوء طهارة، أوسخ بلاد الأرض بلاد المسلمين. شوف الزبائن على الأرض، شوف ريحة، ادخل أي حمام في بيوت المسلمين بتلاقيه أوسخ حمامات على وجه الكرة الأرضية. ليش؟ من الوضع، حط مي على الأرض وسيبها، من الوضع هذا المي بتعمل ريحة، الريحة هذه بتقتل. يعني تقول عن حالكم ضعف، انتوا اوسخ، يعني مش المسلمين، الاسلام اللي غاسل مخكم خلى بيوتكم اوسخ بيوت. روح على سوريا، روح على العراق، روح على كل الدول العربية، اوسخ اماكن الزبالة والريحة. احنا في المدرسة ولا في الجامعة كان الواحد، اسف على التعبير هذا، يشخ على الارض ولا يروح الحمام. ليش؟ من الريحة المقرفة، الريحة المقرفة. فتقول عن حالكم طهارة، الوضوء طهارة، ايش الوضوء طهارة؟ الواحد بتحمم مرة واحدة في اليوم بصير طاهر، خلص بنضف. اما كل يوم غسل ايديك، لو سلمت عمرة غسل ايديك ورجليك، لو مش عارف رحت يعني، لو اسف، لو توضيت وفسيت بدك تتوضى من اول وجديد. يعني اشي عجيب غريب، يعني اشي عجيب غريب، يعني مش عارف، يعني معقدين المسلمين، معقدين معقدين لأبعد الحدود، لأبعد الحدود. طيب انت شو بتقول للناس اللي بيصير عندهم وسواس يعني خصوصي بالفسق، لما بيجي ليصلي يفكر حاله فسي، برجع بعيد الصلاة وعلى هذا ومثله، يعني صلاته احتمال انت عم تقول 5 ساعات، احتمال تاكل معه 10 ساعات يوميا بس
بين وضوء وصلاة وفسق وهالحكي هذا يعني. تخلف يا أخي، تخلف، تخلف شديد يعني. سيبوكم من الصلاة. أقول لكم حاجة، المسيحي أوكي، مسيحية، أنا مش مسيحي، أنا كافر، المسيحية كلام فاضي أوكي، بس تعلموا منهم شوية. أقول لكم صلوا مرة واحدة في الأسبوع يوم الجمعة، وسيبوكم من الخمس صلوات. خمس صلوات هذه دمار شامل. صلوا مرة واحدة في الأسبوع، وأعملوا المساجد زي الكنائس. كيف يعني؟ حطوا طاولات وكراسي يا مسلمين، اقعدوا عليها، وسيبوكم من وضع الكلام الفاضي هذا. وفي الجامع اخلطوا النسوان مع الرجال، بكفوكوا تعقيد. المرأة حرام، المرأة بتوديني جهنم، المرأة زي المس ايدها بصير بروح عامل وضع ومش عارف شو. اعملوا شوية زي المسيحية. انا مش مسيحي، بس المسيحية تطورت عبر يعني القرون وتحسنت أوضاعها. شوية تعلموا منهم إنكم في الجوامع أعملوها شوية زي الكنائس، يعني إنكم بدل ما تصلوا كل يوم وتتعبوا حالكم وتتوضوا وتصلوا كل يوم وتبوسوا الأرض، أنتم عبيد للأرض، وتبوسوا الأرض كل يوم خمس مرات وتضيعوا الوقت على الله اشتغلوا معه، لا روحوا اشتغلوا. كل واحد يمسك سواق ميكانيكي في اي مكان، في المدرسه، في الجامعه، في اي مكان، اشتغلوا وصلوا مره واحده في الاسبوع يوم الجمعه، تتحسن اوضاعكم، تتحسن اقل شيء يعني. ما بنقول لكم اتركوا الاسلام بالمره، صلوا مره واحده في الاسبوع وخلوا المساجد زي الكنائس، حطوا طاولات وخلطوا النسوان مع الرجال عشان ما يكونش في تعقيد، تعقيد التخلف هذا، وارفعوا اكياس الزباله عن النسوان اللي يعني خليتوهم عبيد من وراها. ليش النسوان يلبسوا اكياس زباله والرجال ما يلبسوش اكياس زباله؟ ليش يعني الاف الحاجات. واحد مغلول، انا عندي يعني تعاقيد لا يمكن ابدا، انا عايش في المانيا من 6 سنين، لا يمكن ابدا، حتى لو عشت 50 سنه دمي فاسد. يعني بدي اسالك جون، انت يعني عم تطلب من المسلمين يعني طلبات مستحيلة يا زلمة. شو يعني تترك الخمس صلوات وتصلي يوم الجمعة وبعدين تخلط رجال مع النسوان؟ وبعدين يعني حكايتك حكاية، يعني كيف بدك تقنع هالمسلمين بطلباتك يعني؟ ما هو يا أخي جان، ما في حل يعني. فصل النسوان على الرجال في أي مكان، عند المسلمين بالذات يعني، في الجامعة، في المدرسة، في النادي، في المكتبة، في الجامعة، في أي مكان، هذا بيخلق يعني بيعمل تعقيد شامل. أنا في غزة عمري في حياتي ما حكيت مع مرة غريبة إلا أمي وخواتي. ليش؟ لأنه حرام. فصارت عندي عقد نفسية، صرت أشوف أفلام البورنو كل يوم، بدي أخلص من حالي من العقد النفسية. فأنا وكل المسلمين نفس الإشي، لما الواحد يفصلوه عن الجنس الآخر بسيبه تعقيد نفسي، بيصير يعني بيحلم فيهم بالليل بس بشوفهم مش بنهار، فانتحار. أنا لما طول عمري أشوف أشباح في الشوارع، النسوان عبارة عن أشباح، عبارة عن شياطين، لما بلبسوهم النقاب والحجاب والزفتة كله أسود فأسود، وممنوع تحكي معاهم، ممنوع. فهذا بيسبب للإنسان تعقيد صدقني. فالحل الوحيد للإجرام هذا، وإنه طبعا غير هيك، إنه بقنعوا الوحوش الإسلامية هذه الإرهابيين، بقنعوا الشباب، بدك نسوان ولا يهمك، لبس حالك حزام ناسف، اقتل 100 واحد وبتلاقي 100 مرة في الجنة آسف تنيك فيهم كل يوم تنيك فيهم، 70 سنة مع أول واحدة وتنتهي الواحدة الثانية، يا عبد الله ما لنا بك من نصيب، وتزفتر كله وجنس وجنس جنس. لا، حولوا الآخرة للدنيا، اشربوا جن الخمرة تبعت الآخرة في الدنيا، مارسوا الجنس مع النسوان اللي في الآخرة في الدنيا. فيش حاجة اسمها آخرة، يا اما بتعيشها في الدنيا يا ما ولا عمرك بتعيشها. كيف ما فيش حاجة اسمها آخرة؟ يعني شو دليلك انه ما في حاجة اسمها آخرة؟
وين المؤثر؟ في دليل؟ في دليل؟ في الله. أنت تدعي إنه الله، أنت تدعي إنه لا يوجد آخرة، ما دليلك أنه لا يوجد آخرة؟ وما دليلك إنه في آخرة؟ أنا لم أدعي إنه في آخرة ولا ما في، أنت تدعي إنه لا يوجد آخرة. يا أخي أوكي في آخرة، طب ليش ما الحاجات الموجودة في الآخرة نعيشها في الدنيا مثلا؟ مثلا أوكي موجودة في آخرة، آخرة البطيخة لو الله يا أخي، يا أخي يا أخي يا جون يا جون يا حبيبي، شوف يعني في آخرة مشان الناس ترتدع، يعني هو يعطيك المجال في هالوقت هذا في الدنيا هي، بعدين بيحاسبك، يعني نحن موجودين لا نعبد الله بعدين نتحاسب، يعني انت وين طاير وين رايح بالزحمة يعني؟ طب انا يعني في الاديان الاخرى، في الاديان الاخرى المسيحية واليهودية والبوذية والبطيخ الثاني هذا، ليش بيقولوش عن الجنة تبعتهم تبعت الاخرة زي جنة المسلمين؟ جنة المسلمين كباريه، كباريه سمير غارم، كل واحد حرب يعني، كل واحد حرب جنته، يعني شو بدك تفرض جنت البوذيين مس على المسلمين؟ كل واحد حرب جنته يا اخي، المسلمين اللي طلعوا من صحراء فجنتهم اكيد لازم تكون خضراء، المسيحيين طلعوا من خضار مثلا جنتهم بالضروري تكون شيء غير الخضار، لا صحراء ولا خضار، يعني شيء ارقى، وكذلك البوذيين، فيعني كل واحد حرب موزه، كل واحد حرب جنته قصدي. يا سيدي على يعني، بس انا بس كل اللي بطالبه من المسلمين لو في اخره العفاريت هذه يطبقوها في الدنيا، بس صدقوني حتتمتعوا حتكيفوا، بدل ما تفجروا حالكم قتلوا حالكم، لا شلحوا نسوانكم قياس الزباله لبسوهم تنانير، ساعتها بتهيجوا، بدل ما تشوفوا افلام البورنو بتصيروا تطبقوها في العمل على الارض، بدل ما تحلموا كل يوم بالحور العين وما فيش نسوان ومش عارف شو تصيروا طولتهم ومش عارف شو، لا لبس اهم، يعني افضل طريقه انه نقلم اظافر الاسلام انه نخلط النسوان مع الرجال في كل مكان، واهم مكان المسجد بيت العفاريت هذا، اخلطوهم في بعض وخلي النسوان يحكوا مع الرجال، وبعديها كل واحد بيحلم بالجنة العفاريت، جنة الله اللي فيها الكباريه والنسوان، حيتخلى عنها ويقول لا في نسوان في جنة في الأرض، في نسوان، بس شلحوا نسوانكم اكياس الزبالة ولبسوهم تنانير، صدقوني ما فيش بعديها ولا عملية إرهابية، كل واحد بفكر انه حيفجر حاله وحيبطل. على كل، أنا أشكرك أخوي جون، وطبعا أشكركم أصدقائي، وأتمنى من الأصدقاء توزيع رابط الحلقة حتى تصل أكبر عدد من الأصدقاء، وبتعرفوا قناتنا عمرها أسبوع فقط ليس أكثر، أتمنى منكم تساعدونا في نشر الحلقات ونشر القناة هي، وأنا أوعد أصدقائي أنه أنزل كل الحلقات اللي برنامج الجهر على هالقناة هي، طبعا في أصدقاء سألوني أنه ليش ما عم تنزلها بالتسلسل التاريخي؟ أصدقائي في كتير حلقات أصحابه طلبوا مني إنه أحذف الحلقات لأنه تهددوا للقتل، وتهددوا يعني من أهاليهم ومن جهات أخرى، فاضطرينا نحن بشان نحافظ على حياتهم، نحافظ على أمنهم، نلغي الحلقات أو نمحيها من اليوتيوب، فلذلك في بتلاقي قفزات في الحلقات، ما هي كلها مسلسلة وراء بعض يعني لهالسبب هذا، فأتمنى من أصدقائنا يتفهمونا، وأتمنى يشاركونا عبر سكايب ويشاركونا التعليقات واللايكات حتى تدعموا القناة. طيب أخي جون، يعني للأسف الشديد سمعنا يعني كل نهار عم نسمع حركة شغلة إرهابية جديدة، يعني بس من ساعتين تقريبا انا دخلت البيت لقيت انه بالاخبار في واحد من جماعه محمد، يعني اظن لاجئ، بعد ما استقبلته السويد واكرمته
فكان الواجب من هذا المسلم انه يرد الجميل، فركب سيارته ودهس اظن قتل 3 اشخاص بصراحة. الجرحى والعدد القتلى والجرحى بالضبط ما عندي، بس اظن 3 ماتوا. شو بتقول لهيك شخصيات؟ يعني اليوم هربوا من سوريا للاسف الشديد، من وضع الحرب، هربوا من يعني من الجحيم اللي سببه الاسلام، حتى اجوا والناس استقبلتهم ببيوتها، وبالتالي رد الجميل انه يشيل سيارته ويروح يدهس الناس. يعني شو بتقول للناس هيك؟ تفضل. هو في يعني انا دائما بقتبس من كلام النبي سامي الديب لانه انا بعتبره قدوه لنا. هو قال فالج لا تعالج، فالج لا تعالج الا اذا صاروا ملحدين، الا اذا صاروا المسلمين ملحدين، موزيين، مسيحيين، كفار، اي حاجه الا مسلمين. فهم ضحايا الاسلام، هم تربوا انهم يقتلوا الناس جميعا، يقتلوني، يقتلوك، ويقتلوا الناس جميعا. انا اجاني في المانيا 4 مرات تهديدات بالقتل من مسلمين، 4 مرات، واليوم عايش يعني كويس انه عايش. فهذا في المانيا، فما بالك لو في فلسطين؟ كان قطعوا راسي من زمان وعلقوها على فالمسلمين للاسف الشديد ضحايا الاسلام المتوحش هذا. بس المشكله يعني في اوروبا، اوكي احنا البلاد الاسلاميه سيبك منها، هي بلاد ظلاميه عايشه في الظلام الدامس ما في لها حل، واللي بيجوا منها على باب اوروبا يعني اعتقد ما لهم حل. بس الحق عمين، الحق عمين، زي ما حكى النبي سامي الدين الاوروبيين، احنا عايشين بين نارين او 3 نيران، يعني الملحدين بشكل عام عايشين بين نارين، نار الاسلام بيجيهم تهديدات بالقتل من مسلمين، ونار الاوروبيين. الاوروبيين بيقول عن الاسلام دين سلام ودين تسامح ودين مش عارف شو، وبيسمح للاجئين هذول اللي في منهم كثير متشبع باقوال محمد وبيتمنوا الموت للبشر جمعاء انهم يجوا على اوروبا ويتمتعوا بخيراتها. الحق على الاوروبيين، احنا عن اوروبا، الحق على اوروبا، المانيا بالذات اللي استقبلت 1,000,000 لاجئ سوري، هذه اكبر جريمه، هذه اكبر جريمه. والمانيا تحولت لخرابه، قبل ما يجوا اللاجئين كان يعني في نسبه مسلمين مش كبيره، يعني يمكن 4-5%، لقيت زادت النسبه وعدد، يعني تشوف في الشوارع نسوان لابسه حجاب، وتشوف بالشوارع الرجال بتقونه، وخرابه. مفروض اوروبا، اعتقد في امريكا موجود النظام هذا، مفروض في اوروبا انهم قبل ما يدخلوا المسلم اعاده غسل الدماغ. لقيت هذا المسلم مغسول دماغه في بلاد الوحوش هذه الاسلاميه، انه كل البشر كفار يجب قتلهم، فمفروض تعيد غسل دماغه، دخلوا معاهد ولا كورس في اي مكان، يعني 3-4 شهور ولا سنه، انه يتعلموا التسامح وتعلموا المحبه وتعلموا السلام، وتقول له انه اللي كنت تفكر فيه ببلادك غلط، ومفروض تتعلم القانون، تتعلم احترام الاخرين والحريات. ما بيعملوا شيء هذا نهائيا نهائيا. تعالوا يا لاجئين، بيستقبلوهم، بيعطوهم اقامات وبيعطوهم اللي بدهم اياه، مصاري وفلوس، وما بيسالوهم عادينهم بالمره. هذا اكبر جريمه، مفروض كل واحد مفروض تعمله تحقيق هيك ساعتين، قول له انت ايش افكارك الاسلاميه؟ ها انت بتعتقد انه المسيحيه كفار؟ تعتقد انه الملحدين يجب قتلهم؟ اذا كان جوابه في التحقيق نعم، قلعوا من اوروبا مباشره، هذا مجرم، هذا عباره عن احزام ناسف معادله تفجير. فللاسف الشديد الحق على اوروبا اللي بتستقبلهم، مفروض اوروبا تستقبل الملحدين المسيحية والمسلمين اللي زي ما حكيت لك انه بيعتقدوا بالسلام، انه بيحبوا الناس مهما كانوا ملحدين، مسيحية، بوذيين، اي حدا بيحبوهم وما عندهمش اي مشكلة معاهم. للأسف الشديد احنا عايشين بين نارين، بين نار الاسلام في بلادنا الوحوش، وبين نار الغربيين الاغبياء اللي بيعتقدوا سلام ودين محبة. للأسف الشديد
طيب بالفعل يعني للأسف. طيب شو برأيك يعني هلا اليوم السياسي الغربي، خلينا نقول لما بيشوف أعداد هائلة من اللاجئين، يعني إنسان بالتالي، وحتى البرلمانيين الشعب خصوصا في ضغط شعبي عليهم أصلا، يعني شفنا لما أول ما دخلوا اللاجئين استقبلوهم بالورود وناس كتير حطوهم ببيوتهم، يعني شو بده يعمل السياسي بهالحالة؟ شو الحل برأيك؟ تفضل. الحل برأيي انه المسلمين الجوامع تبعتهم اللي في اوروبا، احنا سيبنا من دول اسلاميه، احنا جاي في اوروبا الجوامع هذه تسكر، هذه جوامع ارهاب تخلف، هذه الجوامع جوامع ارهاب تخلف، ويحطوا المسلمين في مدارس يعلموهم زي ما حكيت لك الرحمه والسلام والتسامح والمحبه وكل الحاجات الحلوه هذه، يعلموهم ينقلوهم من مرحلة الكراهية لمرحلة السلام والمحبة والتعايش مع الآخر سنة كاملة، سنة هيك يعملوهم دبلوم، ما يطلعوهم من الدبلوم هذا إلا إيش، يغسلوا الدماغ من أول جديد ويحطوا بدل الأوساخ اللي فيه اللي جوا يحطوا فيه بحاجات جميلة، واللي ما بيقتنع لا روح على بلادك موت فيها، روح على بلادك موت فيها، ما أنت بدك تيجي عن عروبة تقتل، لا روح موت في بلادك، اللي مش عاجبه يشرب البحر. فهيك مفروض تعمل أوروبا، يعني للأسف سياسة ميركل للأسف خربت ألمانيا، خربتها للآخر يعني للأسف الشديد، تستقبل لاجئين من أي منطقة في العالم إلا من هالبلاد الظلامية. أحسن سياسة عملها مين؟ هذا ترامب، انا بحبه، انا اموت فيه لترامب. ليش؟ لانه صاحي وفعلا طبق اللي قاله، قال ممنوع من جمع من 7 دول اسلاميه، هو مش 7 دول، ومفروض 50 دوله اسلاميه مفروض ولا واحد منهم يخش امريكا، كل الدول الاسلاميه تتسكر، هذه ممنوع الواحد فيها يخش امريكا، فمفروض اوروبا تصحى زي ما صحي ترامب وبدا يمنع المسلمين من يخشوا اوروبا، لانه ضررهم اكثر من النافعه تبعتهم الاف المرات. وعلى كل حال يعني أظن ترامب هو فقط، يعني السياسة الأمريكية لا تحتاج أشخاص مثل ترامب ولا أوباما ولا غيره ولا حتى جورج بوش، كل العالم، أي يعني السياسة الأمريكية في هيئات بتحطها، ما أظن يكون ترامب إلا واجهة. يعني على كل حال صديقنا أحمد بحير يعني بيقول نخب صحتك عزيزي جون، ولحم الخنزير من ألذ أنواع اللحوم، وما زلت أجهل سبب تحريمي، لعل ابن آمنة أراد أن يأخذ رضا اليهود، وهذا الصح أخوي بحير. أنا أبو لهب. بس خليني أكمل الرسالة جون، عم بقول أما رسالتي لشارب الكوكاكولا سأقولها باللهجة العلوية، يلي ما بيشرب عرق يا قريد، يلي ما بيشرب عرق عند ربه ما مرق. أراها تتوافق مع عبارة نبينا سامي حين قال الحقيقة في الخمر وفي الخمر الحقيقة. يا أخونا أحمد أنا أتشكرك جزيل الشكر، على كل حال يعني أنا من شربي القهوة والكوكاكولا الملعونة، هي كوكاكولا الماسونية هي، ف يعني أنا شربت عرق على فكرة أخوي أحمد، أنا شربان عرق ولكن ماني شريب، يعني أنا أشرب بالمناسبات مثل ما قلت لك 4 شهور نجيب لي منين بطحاية وأشربها، هي هي، فلست بشريب سكير والعياذ بالله، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. على تفضل كنت عم تقول أنت أبو لهب أبو جهل أبو إيه؟ أنا أبو لهب، تعال يا مسلمين اقطعوا راسي، أنا أبو لهب، هاي لحم خنزير شفاين، اللي بيفهم ألماني، سو تاتن شفاين فلايش، هاي اقروا ها ها ها، اقروا يا مسلمين، شفاين فلايش، أنا ما بكذب، لحم خنزير، فأنا أبو لهب، الحقون يا مسلمين اقطعوا راسي، لأنه لحم الخنزير محرم، والخمرة محرمة ها، هاي الخمرة حرام، احلموا فيها بالجنة، احنا بنشربها في الدنيا، بدناش الجنة تبعتكم. ولا قريت صحة وهنا قريت عنا
طيب خلينا ناخذ اتصال من اخونا امين. اسف امين انا ما قدرت اخذ اتصالك لانه عندي ما بنسمع ال حبيبي جان. اهلا وسهلا امين، اهلا وسهلا، تفضل حبيبي. بركي باللينك مش احسن اذا بقدر تفوت من جوا بدل ما يكون من برا؟ اوكي اذا بتبعت اللينك. ولا يهمك ولا يهمك. طيب اخونا امين راح يدخل معنا، وما بعرف في رساله من ابو الحكم. اصدقائي يعني يا ريت تشاركونا باسئلتكم بمداخلات ب اخويا ابو الحكم عم بيقول لي انتقلت عن الضيف احمد. انا عم بقول احمد بحيري اللي بعت لي الرساله، اخونا الضيف هو جون، يعني انا ماني مخربط، ما اظن انه خربطت. اللي كتب لي رسالة عن العرق هو أخونا أحمد البحيري يعني، ولكن ضيفنا هو جون، وأنا أرحب جزء يعني بحار الترحيب بأخونا جون. بس رح يكون معنا أخونا أمين حتى يعمل مداخلة. أخونا أمين أتمنى تأسرع وفي العجلة وفي الحركة بركة مثل ما بقول. أمين تفضل أمين. امين معك، امين تفضل. شكرا جو، مسموع صوتي؟ صوتك مسموع نبينا امين، تفضل حبيبي. حبيبي ليك انا بدي اشكر هذا الشاب، هاي اول مره بتسمع عليه. جون اسمه مش هيك؟ جون من فلسطين، اسمه جون عظيم شو ما يكون اسمه. المهم قوة رسالته، أو شي بدي أشكرك لأنه دايما أنت عم تفتح لنا المجال أنه نعبر عن المشروع يلي أنت عنوان الحلقة فيه. عنوان الحلقة أنه شو المشروع المستقبلي، يعني المشروع هو أنه بس نحكي وننور. يعني المشروع مثل الشمس، لما بتطلع الشمس على كل يوم بتطلع الشمس، ما في عندها مشروع إلا أنه تعطي النور. يعني بقى هذا نحن مشروعنا، لا عنا حزب ولا عنا كنيسة ولا عنا مسجد ولا عنا أي هدف ولا منقبض مصاري من حدا. قوة الأخ يلي حكي أنا ما سمعته من الأول، ولكن بفتخر إنه نتسمع إله. قوة التستيمونيانس، يعني قوة الاختبار تبعه هي ببساطته. يعني هذا إنسان عم يحكي من وجعه اليومي، يعني إنسان انوجع، لا بده فلسفة القصة ولا بده معرفة لا بالقرآن ولا بعلم الحديث ولا بالبهلوانيات الخرافية تبع الأديان. بده فعلا إنه بس شخص يتوقف ويسأل حاله سؤال بسيط جدا، يعني سؤال بسيط جدا: يا عمي وين رايحين؟ يا عمي شو عم بصير فينا؟ يا عمي هل أنا بني آدم؟ هل أنا بكون بني آدم إذا بتبع هالتعاليم؟ يعني ما فيش، يعني مثل كأنه حرام كان عم بيحاول يقول لهم للإسلام إنه عملوا مرة واحدة مش خمسة. لك كله هذا ضحك عدقون، إن كان مرة أو خمسة الكتاب بحد ذاته يا خي هذا فيروس ما فيك، يا بدك تشيل الفيروس ما بتخلص، يعني ما تجمل، ما حدا يجمل وساخة القرآن ووساخة الإسلام. هلا ما تفتكروا كيسك إن هذا. طيب على كل حال أمين بصراحة أنا أشكرك جزيل الشكر. هو الحلقة كان مفروض تكون عن المشروع الإلحادي وما مشروعنا نحن وشو المخبين للمستقبل، ولكن أخونا جون كنا موعدين معه بحلقة واعتذر وجاني فجأة وقال لي أنا فاضي هلا ما بقدر أجلها، فعنوان الحلقة لا يطابق مضمون الحلقة. مزبوط عنوان الحلقة. وأنا كمان كنت عم بتسمع عليه باهتمام لأنه عم شوف يعني شهادته هي شهادة فعلا نابعة من القلب، يعني هو عايش المعاناة وعم يحكي، وهي قوتها. أنا من هيك حبيت الدخل، يعني كان في الأخ في راس حرام كان عنده كمان حلقة، كنت حابب طلب مني إذا بنساعد يعني أو بنشارك، ولكن يعني اعتذرت بسبب الوقت. ولكن الحديث الحكي فيه جان حب يعني دعاني إنه إثني على مداخلته،
وعلى مداخلتك انت يا جان كمان جان ما تخافوا يا حبيبي، هيدا المشروع هيدا من ضمن المشروع يلي عم يعملوا جان، يلي عم يعملوا جان الثاني كمان، هيدا هو المشروع. نحن ما عنا مشروع ولا عنا حدا بيدفع لنا ولا عنا، بعدين نحن كل واحد منا فكر حر، يعني ما تفتكروا انه نحن بنقدر نعمل حتى جماعة او حزب، يمكن ننقسم لخمسين فرقة، يعني الحلو فيها الفرقة هي الفكر الحر، هيدا اللي نحن عم نطلبه. كل اللي عم ندعيه اللي عم يتسمع علينا يا خيي، ما بس انت تسمع علينا ورجوح اسأل حالك بعدين اذا كانت هالاشياء اللي نحن عم نطرحها فعلا نابعة من اختبار انساني صادق، مش من اختبار انساني معتم عليه ومسكر على الفكر ولا فيك لا فيك تفكر اوعى تفكر وما بيسوى تفكر، يعني كل شيء بيحاربوا الفكر وبيحاربوا النسوان، يعني بيجعلوا من يعني بس تكوره بتكوره عندهم اياها، اوعى تفكر وروحني هيدي هي ما عندهم غير شيء. يعني يا عيب الشوم شو بدي اقول لك، يعني حرام، يعني حرام العالم يحترق وبعدهم قاعدين بيصلوا لي خمس ساعات وخمس ركعات وخمس، لك يا عمي شو عم تعملوا؟ العالم وصل على القمر، العالم بعدك بتطوبز، يعني ما بعرف شو بدي اقول لكم. بسيطة بسيطة، طول بالك. على كل حال انا اشكرك على المشاركة اخوي امين واشكر المداخلة. طيب جون خلينا نروح لمرحلة خروجك انت، شو الاسباب اللي خلتك تصل لمرحلة انه انا اليوم ملحد، طلعت من الاسلام، شو الاسباب اللي دفعتك تطلع من الاسلام وتدخل بالالحاد مثلا، وهل مررت بديانات اخرى، هل فكرت اعتناق ديانات اخرى، هل فكرت بشيء من هالقبيل هذا؟ طبعا انا شرحت لك اسباب انه انا ليش خرجت من الاسلام، اسباب عديدة، الصلاة التعيسة، الصيام، تخيل واحد يصوم في رمضان، تخيل ما تشرب مية، تخيل مية ما تشرب، يعني إشي جنان، وإحنا في بلادنا مش زي الغرب، يعني هنا في برد، هناك جهنم، ما هو عشان هيك الله بتوعدهم بجهنم ليل ونهار، لأنهم عايشين في جهنم، فتخيل ما تشرب مية في الصحراء، إحنا عايشين في بلاد درجة الحرارة 35 و40 وممنوع تشرب مية، فيعني فأسباب عديدة. واحد بشملها في كل شيء، في الصلاة، في الصيام، في استعباد النسوان، كل شيء في الإسلام جريمة، جريمة قاتلة. هاي خلاص. شو اللي عجبك بالإلحاد؟ شو اللي أقنعك بالإلحاد أنت كشخص اليوم تقول أنا أسبابي، إذا وقفت قدام مؤمن تقول أنا أسبابي ملحد كذا كذا كذا، أنا ملحد لهالأسباب التالية، شو هي الأسباب هاي؟ كل بساطة الإلحاد حرية. إيش يعني الإلحاد؟ حرية، كل حاجة موجودة في القرآن أعمل عكسها مباشرة، الخمر حلال، الخمر حرام، الخمر حلال، لحم الخنزير حرام، لحم الخنزير حرام، الزنا حرام، الزنا حلال، الدعارة حرام، الدعارة حلال، كل إشي موجود في القرآن أعمل عكسه. اقرأ قرآن، بس انت اقرأ قرآن وأعمل العكس تلاقي حالك إنسان حر. الصيام مفروض؟ لا، الصيام ما فيش حاجة اسمها صيام. إيش الصيام؟ كيف الله موجود، معقول الله بطلب مني واشربش مية؟ معقول يا بشر 16 ساعة 15 ساعة ممنوع اشرب مية؟ يا مسلمين حرام عليكم اللي بتعملوه في حالكم، قبل ما تدمروا الآخرين انتوا بتدمروا حالكم. شهر رمضان أوسخ شهر في السنة تبعت المسلمين، أوسخ شهر، المسلمين بسبوا بعض، بتقاتلوا مع بعض، والواحد بيشتغلش، ويعني جريمة، واستعبال النسوان، يعني حاجات في الإسلام جريمة، يعني إجرام، يعني كيف أنا استعبد مرة؟ كيف لما أنا أجي أتجوز مرة أدفع لها مهر 5000 6000 10000، كأني بشتري بقرة، كأني بشتري سيارة، كأني بشتري أي عفش دار. المرأة عبارة عنها عن عفش، ليش إحنا بنستعبد النسوان؟ ليش؟
حرام عليك يا مسلمين بتعملوه في حالكم. فالإلحاد اللي عجبني فيه إنه كل حاجة محرمة في الإسلام بتصير كويسة حلال. فلما أنا أستعبد النسوان في الإسلام، لما أصير ملحد بصير أحترم النسوان. الصيام اللي بصير في الإسلام محرم، لا شهر رمضان لما أكون ملحد لا بدي أشرب مية. أنا ما فيش الله في هالدنيا كلها بيقول لي محرم عليك اشرب مية. ما فيش الله في الدنيا كلها بيقول لي بوس الأرض واغسل إيديك ورجليك كل يوم 5 مرات. ما فيش الله، اخترعوا الله تاني. أقول لكم في الله بس اخترعوا الله تاني، الله المحبة، الله السلام، الله الكويس، اخترعوا الله تاني. أنا دائما كنت أقول يعني أوكي في الله بس اعتبروا إنه في الله كويس، الله حبوب. طيب قالك في شغلة تانية يا أخوي جون، يعني هلا عم تقول شوفوا الله محبة، يعني هلا مثلا المسيحي بيجيب لك الله محبة، هل برأيك يعني تدعو الناس يعتنقوا المسيحية مثلا؟ مش هيك ابدا ابدا. يعني ما يعني اوكي انا المرحلة اول ما عديت من الاسلام الوحوش المتوحش قاطع الرؤوس اكلي لحوم البشر طلعت منه اعتنقت المسيحية عشان اكون صادق 100%. اعتنقت المسيحية ضليت فيها يمكن 2 سنين. بعدين بعدت عن المسيحية، صرت يعني ملحد يعني كافر. بس المسيحية مهما كان أوكي في العصور الوسطى كانوا مسلمين، كانوا مسيحية زي المسلمين يقتلوا الناس ومش عارف شو. بس هالجيت احنا نحكي في الوقت الحاضر، عشان هيك انا بدعو المسلمين انهم يقتدوا نوعا ما من المسيحية. المسيحية طوروا حالهم، نقلوا حالهم من الظلام للنور. ف هلقيت انا كنت فرضا واحد انولد مسيحي وبعدين بطل مسيحي، ايش بصير فيه؟ ولا شيء، لا بقتلوه ولا بقولوا عنه كافر ولا حلال دمه ولا اي شيء، عادي. فالمسيحيه ارحم بكثير. تخيل واحد يبوس الارض كل يوم 5 مرات 5 ساعات، واحد بروح على الكنيسه يوم الأحد مرة في الأسبوع ويمكن يروح، مش أكيد يعني، وإذا ما راح ما فيش مشكلة. يعني في فرق شاسع، وإذا ما راح ما بحل دمه وقطع راسه ومش عارف شو، وإذا قال أنا كافر عن المسيحية بقى بقطع راسه ولا أي شيء. يعني أنا في ألمانيا نسبة الملحدين في ألمانيا عن المسيحية 50%. في حدا قال لي هدول المفروض ينقطع راسهم زي في البلاد المسلمة؟ بس فجري هلقيت واحد، أنت يا أخي جان عملت مقابلة واحدة مع واحد سعودي؟ مستحيل. ليش؟ لأنه حينقطع رأس مباشرة. لكن أنت بتعمل مقابلات مع المسلمين اللي في أوروبا، يعني في المغرب، في تونس، ممكن مصر مع أنه مهددين، بس في بلاد اللي مطبق فيها الشريعة، السودان، الصومال، غزة، السعودية، قطر، يعني ايش اقول لك، تلتين البلاد الاسلاميه لو واحد فيهم طلع من البلد الاسلاميه وقال انا كافر بيقطعوا راسه، بحطوه في السجن 20 سنه، بضلهم يجلدوه لما يقتلوه، يا بنقطع راسه من الحكومه، يا اهله بيقطعوا راسه، يا الشارع بيقطع راسه، خلص. اما هان في بلاد اوروبا سيبك من قبل 500 سنه، اوكي كانوا ظلاميين، احنا بنحكي هالجيت، المسيحيه هالجيت ما لا بتقطع راس واحد ولا بتكفر واحد ولا شيء، بتدعيك بكل سلام ومحبه انه يا حبيبي مره في الاسبوع بس تعال للكنيسه. واحنا بنقول للمسلمين اوكي خليكم مسلمين بس بكفيكم 5 صلوات، تشتغلوا مع الله كل يوم، تشتغلوا معاه 5 مرات في اليوم، وتشتغلوش الحاجات العاديه اللي بتجيب لكم المصاري. الله ما بيجيب لكم الرزق، ما في الله يا مسلمين، الله مش حيجيب لكم الرزق، اللي بيجيب لك الرزق شغلك تعبك بس. وروح صلي بالجامع، يوم الجمعة من غير وضوء، واخلط النسوان بالرجال في الجوامع وحط إمامة، ما تحطش إمام. ليش التفرقة العنصرية هذه؟ ليش الرجال لازم يكون إمام؟ يا زلمة إذا بده يحطوا إمامة طول بالك أنت كمان، شو عم تدعي
وبدك يعني تخرب الدنيا علينا، اذا حطوا امامه بعدين اللي حتى ما بيروح على الجامع بصير بيروح على الجامع. طب كويس كويس. الامامه هي بدها تقرا القران عليهم، فبدها تقول قاتلوا، فهي معناتها راح يكون القتال اشد واشرس من الان، يعني الارهابيين سيكون بالملايين المره، اذا هلا هن بالالاف مثلا. صدقني صدقني الارهاب حيقل، الارهاب حيخف لما نخلط النسوان بالرجال في الجوامع، في المدارس، في الجامعات، في النادي، في المستشفى، في اي مكان، في اي في الشوارع، لما النسوان ينخلطوا مع الرجال بالذات بالجامع، هذا الارهاب المتوحش اكل لحوم البشر حيتحول لمسالم. ليش؟ لما يفكر انه بده يحصل الحور العين في جهنم، في الجنة قصدي يعني كبري الله، لا حيحصلها في الدنيا، في واحدة قدامي بدي أمارس الجنس معاه مش مشكلة يعني، بتحول حياته لحياة جميلة. صدقني صدقني أهم حاجة بس في الإسلام خلت النسوان على الرجال. صدقني. طيب على كل حال أنا شفت في زوم عم بيقول جان قناتك صار دعاية لابن الزانية المسيح. لا بدي أقولها وخلي يسمعها الكل. نعم أنا قناتي دعاية للمسيحية، واللي ما عجبه ينقلع. طز في كل واحد بده يجي يعلمني شو أعمل. شو أنا أعمل؟ تعاليم متحلفة. على كل حال. طيب يعني في ناس بالفعل ما تستحي. يعني قليلين ذوق وشوية أغبياء، بس قليلين أدب. يعني إذا حكينا إذا بدك تصير ملحد مثلي أهلا وسهلا، ما بدك تصير ملحد أنت ما بعرف شو. اللي ما عاجبه ينقلع. أخي جان، أنا هون بس يا وحدة جون، أنا هون حتى أقول الفكري، أقول اللي بدي أقوله، واللي ما عاجبه خليه ينقلع، ما بدي هالمتابعين أنا. شوية زبالة جاية بدها تعلمني شو أعمل وشو أقول، واللي ما عاجبه بستين ألف جهنم. أنا ماني ما بدي متابعين، بدي ناس تكون واعية شوي. أنا ماني ملحد هون حتى أفرض رأيي على الناس. شوية أغبياء طلعوا لي من دين جحش محمد جايين يعلموني الإلحاد شو هو، هن شوية صيصان طلع امبارح هسه طلعوا لي صاروا ملحدين. على كل حال اسف جون، اسف على هالإزعاج. بمناسبة في صوت تتردد، اوكي، بمناسبة انهم حذفوا لك القنوات السابقة، في الحلقة مش عارف قديش 74 عملت لك فيها ظلام دامس، بتحب اردد لك اياها؟ حافظها في دماغي، احكي لك اياها باللغة العربية الفصحى. اوكي، ظلام دامس، بلادنا الحبيبة، لماذا اصبحت هكذا؟ كل شيء فيك اسود كالغيوم الداكنة او كظلام الليل الاسود، اعلام داعش سوداء كاحلة، ولباس النساء جلابيب ومناديل سوداء، وذقون الشيوخ سوداء، وكعبة سوداء، وحجر أسود، وقرآن أسود من الفحم المشتعل، وأزهر وتعاليم وفتاوية الظلامية والوحشية والسوداء. إلى متى سيستمر ظلام الإسلام الدامس يعمى عيوننا وقلوبنا على طريق المستنير؟ هل كتب علينا أن نعيش في كهوف وأنباق الظلام إلى أبد الأبدين؟ كم سأستغرق ظلام الإسلام؟ سنة أم سنتين؟ عم عشرات ومئات السنين. كلنا نعرف أن النور موجود فقط في ظل الأنظمة الديمقراطية التي تحترم الحريات وحقوق الإنسان. هل كل سين خمرة خمسة؟ كلنا نعرف أن النور موجود فقط في ظل الأنظمة الديمقراطية التي تحترم الحريات وحقوق الإنسان. هل المسلمون عجزة وعميان ولا يستطيعون السير في الطريق المستنير وحدهم، ويحتاجون من يقودهم إلى الخروج من النفق الكهف والنفق المظلم والنفق المظلم ذلك؟ فإذا كان الأمر كذلك فنحن الملحدون لها، فلنا عيون ترى ماء بالماء،
ونستطيع يا مسلمين أن نخرجكم من الكهف والنفق المظلم إلى نور الشمس الساطع والمشرق. ولكن احذروا يا مسلمين، فالخروج من الكهف والنفق المظلم ليس سهلا كما تتصورون، فهناك وحوش إسلامية كاسرة تنتظركم في الكهف والنفق المظلم، سوف تحاول تدميركم وقتلكم وذبحكم، وسوف تحاول جاهدة منعكم وإبقاءكم في الكهف والنفق المظلم. فأمسكوا بيد الملحدين جيدا، فالملحدون الشجعان والأبطال هم الذين يستطيعون التخلص من الوحوش الإسلامية وقتلهم وإخراجكم من الكهف والنفق المظلم إلى نور الشمس الساطع والمشرق. وأخيرا سؤال مجري إلى كل المسلمين، هل أنتم مستعدون للمسك بأيدي الملحدين لإخراجكم من الكهف والنفق المظلم؟ شكرا لكم. أنا أشكرك أخويا زوم بصراحة. أنا أخويا جون بصراحة يا سيد الزوم ولا سيد الزوم، يعني أنت ولا غيرك واللي جاي عم بتفلسف على طيزي أنه أنا عم بروج للمسيحية. نعم أنا أروج للمسيحية، وطز فيكم في نقدكم للمسيحية. يعني إذا نقدتوا المسيحية جيتوا بتكون سووا خلاص لازم كل الناس تنقد المسيحية، ولا انتم شويه جبناء خايفين انه تواجهوا المسلمين مشان ما يسكروا لكم قنواتكم؟ يعني اذا انتم عم تهاجموا المسيحيه لازم نترك كل شيء ونهاجم المسيحيه اللي ما ساوونا شيء نهائيا؟ ما حدا هددني بالقتل من المسيحيه يعني؟ يا عيب الشو عليكم، يا عيب الشو، يا عيب الشو، شوية صيصان، شوية صيصان لا أكثر ولا أقل. وحوش وحوش يا أخي جان، سكروا لك القناة العظيمة، أنت قناتك اللي بتبشر المسلمين بالخروج من المستنقع، من الزفت، من القاع الإسلامي، من الكهف. أنت بدك توديهم على النور، على الحياة الجميلة. روح يسكروا لك القناة ويقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله. إيش عمل لك محمد رسول الله غير قطع الرؤوس والزواج ب 11 امرأة واحدة عمرها 6 سنين؟ يا عيب الشوم، يا عيب الشوم. محمد رسول الإسلام عمره 53 سنة ويتجوز من واحدة عمرها 6 سنين؟ يا عيب الشوم، يا عيب الشوم جون. يعني اللي عامل حاله زلمة وفي سبع البرمبة خلي يجي ينتقد الإسلام ويواجه المسلمين؟ ولا يعني بصراحة أنا ما بعرف، يعني أنا إذا استضفت شخص يتكلم مثلا بطريقة ما عن الإسلام فقط، هذا عم بيلمع للمسيحية وفلان عم بيلمع للمسيحية وحامد عبد الصمد عم بيلمع للمسيحية وما بعرف مين عم بيلمع للمسيحية، ولك مين أنتو؟ شوية صيصان، انتو صيصان. اللي ما بصل للعنب بيقول عنه حصرم. شوية صيصان انتو، مين انتو حتى تجوا تحكوا على على كل حال، على كل حال خلينا بنقاشاتنا. طيب بجيك المسلم سبع البرمبة هذا اللي ما فهمه من الأخلاق شيء، اللي نبيه معلمه أسوأ الأخلاق، يقول لك يا ملحد انت ليش ما بتنكح امك؟ شو بترد عليه يا جون؟ تفضل. ونبيك المجرم القاتل نبي الاسلام هذا الوحش، الوحش اللي اسمه محمد، ايش عمل في حياته غير انه اسف ناك 11 مره، ناك 11 مره اللي هم زيجاته، مش عارف زي ما كتبت السيرة الخرى هذه النبوية إيش كان عنده 80 من الزفت اللي هم العبيد، يعني كان عنده 80 مرة. فأنت اللي بتيجي بتقول لي أنا بنكح أمي، طب قول عن نبيك ابن الزنا هذا الشرير المجرم القاتل قاطع الرؤوس إنه هو كان أكبر زاني بالبشرية. واحد أنا أحكي لك يا 53 سنة يتجوز من واحدة عمرها 6 سنين،
ايش بنعتبر هذا الشخص؟ مريض نفسي، مجرم، وحش، قاتل، وغير هيك قصصه مع، يعني انا كل ما بقرا يعني ولا بستمع لقصص المحمد الوحش هذا بتخيل، يعني بصيبني غثيان. صفيه قتل اخوها وابوها وعائلتها وناكها في نفس اليوم، نفس اليوم يا بشر. في حدا، في حدا هلقيت جيبوا لي واحد من كل الكره الارضيه 7.5 مليار بقتل الاب والاخ وكل العيله وبنيك المره في نفس اليوم، ايش بيصير في هذا؟ هذا بيعتبر مجرم، بنحط على حبل المشنقه مباشره. بس نبيك لانه جاي من عند الله المجرم، ما هو الله ومحمد كلهم مجرمين، فخلص خلص النبي ما دام سيرته في الزفته لسيرته محمد تعتبر مطهره. اما احنا الملحدين اللي بندعو للحريه، احنا ما بنقول اذني في امك، احنا عندنا اخلاق. لا انا بزني في امي ولا في اختي، لا اقول لك او شيء، اقول لك ايش، انا دايوس انا بدعو انه اختي تمارس الجنس مع واحد غريب، ما عنديش مشكله ما دام هي متفاهمه معاه، ما عنديش مشكله، وانا ما عليش اي حاجه عليها، ما عنديش اي مشكله ان اختي تمارس الجنس من غير زواج مع اي واحد غريب هي متفاهمه معاه. ليش؟ لانه هذه حريتها الشخصيه. اما انت يا وحوش اللي بتستعبد النسوان اليزيديين في العراق وبتبيعوهم في السواق النخاسة، انتم الوحوش، انتم القتلة، انتم المجرمين. انا ما بقول كل المسلمين مجرمين، بس الاسلام دمركم، خربكم. ايش دايل في خراب؟ لسه في خراب جاي عليكم، ما تخافوش. سوريا والعراق وفلسطين ولا اشي، وليبيا واليمن ولا اشي، صدقني كل البلاد العربية هتخرب وحيصير فيها نكسات وحروب ودمار من كتر ما الإسلام مخرب في عقولكم يا مسلمين، مخرب في عقولكم، غاسل دماغكم. ما في حل إلا تقليم أظافر الإسلام، تقليع أسنان الإسلام، الحرب على الإسلام. ما في إلا الحرب على الإسلام، صدقني. أنت في حلقاتك الجديدة هذه أخواني المؤمنين والملحدين، حبيبي ما في. أنت هلقيت عايش في بريطانيا، ارجع بلادك على سوريا وقول يا حبيبي يا مؤمن وقول له انا كافر، حيقطع راسك مباشره. 4 تهديدات اجتني بالقتل من المسلمين، 4 تهديدات. اول سنه كنت عايش في بيت اللاجئين، قلت عن حالي، اولها كنت مسيحي، قلت عن حالي مسيحي، جاني واحد مسلم من العراق قال لي حقطع راسك بالسيف، كل رقبتك انا حقطعها بالسيف. شردت من بيت اللاجئين، رحت للشرطة، زي ما حكيت للغربيين أغبياء بفكروا أن المسلمين إيش؟ بحبوا السلام والدين المحبة ودين السلام ودين الزفت. طيب أوكي، الشرطة أعطتني الحق أن أطلب شقة عشان أنحمي من الوحوش الإسلامية. طيب طلعت على بيت خاص فيها، جاني واحد ألماني قال لي تعال اشتغل معايا مترجم، بدك تروح لبيت اللاجئين المسلمين انك تترجم لي ايش بيحتاجوا من مساعدات ومش عارف شو. رحت معه قلت له ارجوك ما تقول عني جون، قول عني يوسف محمد اي، ما تقول عني جون، انا بعرف انه هذول وحوش. قال لي ما تخاف الاسلام كويس، الاسلام ما فيه الا رحمه وسلام. قلت له عارف، اوكي ماشي خلينا نمشي معك، انا عارف انه حيقطع راسي بالاخر. رحت معه وترجمت انه الالماني بده يساعدهم مساعدات، يعني تعرف عليهم الالماني في بيت اللاجئين 3 عائلات مسلمه من سوريا قبل سنتين اول ما يجوا اللاجئين في المانيا. ترجمت لهم، كنت بس مترجم، ما عملت شيء غلط، يعني بترجم الالماني بقول لهم ايش بتحتاجوا مساعدات ل3 العائلات اللاجئين السوريين. فقالوا له اللاجئين احنا بنحتاج ادوات مطبخ وبنحتاج ملابس، وقالوا له انه الاسلام دين محبه ودين سلام وما فيش فيه اي شيء. ليش؟ لان انا كنت مع الالماني، فهم هذول المسلمين مصابين بمرض عقلي، انفصام الشخصيه، شيزوفرينيا،
بقول للغربيين انه احنا مسالمين، بس لما بيجوا على واحد زي غلبان، واحد مسلم ولا واحد تارك الاسلام شيء ثاني. فقالوا للصديق الالماني انه احنا بنحب الاسلام. طيب اخويا او الصديق الالماني ساعدهم كل ما شيء، وصدقني اعطاهم مساعدات لو بدهم يشتروها بيدفعوا 5000 يورو. غرق لهم الشقق، الشقه اللي عايشين فيها 3 غرف، كل شيء، بطانيات، سجاد، صحون، معالق، كوبايات، تلفزيون، 3 تلفزيونات، 3 ريسيفرات، وكل شيء تمام. انا تمنيت لهم، رحت لهم بعديها بيومين لحالي. ها شوف كيف، لحالي من غير صديق الالماني. ايش قالوا لي الوحوش؟ قالوا لي انت كافر، انت حتروح جهنم، احنا حنقطع راسك، بس احنا في المانيا نقدر لك ولا شيء. صدقني قالوا لي لو انت انه انت في سوريا قلت لي انه انت ملحد كان قطعنا راسك مباشرة. تخيل انا بترجم. هذا شيء اكيد اخوي جون، شيء اكيد. يعني انا لما اقول احبائي ولا اصدقائي ولا اخوتي هم جون، انا انطلق من موقف انه هن مغيبين، هن سكرانين، هم لا يعرفون ماذا يفعلون. يعني انت حضرتك ولا كثير من الاصدقاء كانوا بنفس الوضع. يعني تصور انا اجي اقتلك هذاك الوقت مثلا، ولا لا احترمك مثلا لانك كنت مسلم، ولكن في بالنهايه انت وعيد. فالمساله انه هن سكرانين لا يعرفون ماذا يفعلون. يعني هم سكرين، نحن دورنا انه نوعيهم. اذا بدنا يعني نقسى عليهم، انا كنت في مرحله قاسي كثير عليهم، وبصراحه يعني اسف ما جابت يعني النتيجه اللي انا كنت ارجوها. لذلك يعني اهالينا بالنهايه، ان شئنا ان ابينا هم اهالينا، نحن لازم نتعامل معهم بعقل. هم سكرانين، نحن الصاحين، فنحن لازم نكون عاقلين معه. لذلك أنا يعني أؤكد على أنه هم أهالينا. فلذلك أنا دائما راح أستعمل، وكنت عم أستعمل، راح أستعمل كلمة أخوتنا وأهالينا. طيب أنت كنت عم تقول أنه في قصة حديثة صدقني ما بكذب، شكيته للزلمة الشرطة قبل أسبوع. واحد مسلم إرهابي من فلسطين، يعني ما تفكرني يعني لسه مع السوريين، كل المسلمين زبايد، كلهم زبايد. واحد فلسطيني مسلم إجا، يعني تعرفت عليه قبل أسبوعين. جيت أنا سكنت في شقة جديدة، تعرفت عليه قبل أسبوعين. طيب قلت له أنا ملحد، أنا بأمنش محمد مجرم. فالزلمة كش، تعرفت عليه عن طريق انه في واحدة جارتي المانية في الشقة الجديدة، فكان هو يزورها. طيب بعد اسبوعين، يعني هو قبل اسبوع اجى زارني. انا قلت له انا عارف المسلمين زي بعض، يعني بيختلفوش، انه يعني بيكرهوا البشر كلهم. فاجى زارني في شقتي، قلت له ما عنديش وقت، غصب عني بده يقعد عندي، غصب عني. فقلت له اوكي قاعد عندي. قال لي انت كافر، انت مجرم، محمد ما عملش ولا اي حاجه في حياتي، انت يهودي، انت صهيوني، انت من الملاعين، انت حلال دمك. يا حبيبي خفت. انا ما برتكب جريمه، بس هم وحوش. انا ما عندي ولا صديق مسلم، ولا واحد عربي مسلم، ولا بخاف منهم يا زلمه. لما بتعرف على واحد مسلم بقول له انا محمد، انا مش جون، لانهم لو تقول له جون بقطع راسك ولا بصير لك مصيبه. فهو لما زارني قال لي انت مجرم، انت قاتل، انت حلال دمك، كل ذنبي انه غيرت اسمي من زفت لجون، وان غيرت من الاسلام للكفر او المسيحيه او اي شيء ثاني. فقال انت حلال دمك، وشكيت للشرطه. تخيل قبل اسبوع بس
صدقني ما بعرف انام الليل، رحت اشتكيت من الشرطه، الشرطه ما بتحمي، تقول لي صدقني ما في، احنا في المانيا ما حيعملوا لك ولا شيء. بس هذا يعني هاي المشكله في الغربيين الاغبياء اللي حكى عنهم النبي سامي الدين، انهم ما بيصدقوا اقوال المسيحيه او الملحدين انه في كثير من المسلمين دينهم الاجرامي بتبعهم، انه زي ما قال محمد مش عارف القران البطيخ، اقطع راس دمره بيديهم وارجلهم من خلاف، فطبقوا النظام هذا. فلما انت تقول للغربيين او للشرطه الكلام هذا ما بيصدقوه، ما بيصدقوه، بروح بيعمل معه تحقيق ولا شيء بيصدقوه. فيعني تخيل وانا في المانيا، انا جيت مش في فلسطين، في فلسطين كان قطع راسي مباشره يعني في غزه، وانا في المانيا خايف على حالي، صدقني لي 6 سنين ولا صديق مسلم، ولا صديق مسلم، كل اصحابي المان، كل اصحابي المان. صراحه ولا واحد، لست وحدك جون، لست وحدك، يعني كلنا شايفين التهديدات، التهديدات تجي يوميا، اذا ما كان يوميا كذا يعني، ويعني للاسف للاسف تكون من اهالينا ومن ناسنا من حبايبنا مثل ما بقولوا، فقط لانه هن ما شايفين غير انفسهم. انت كنت عم تقول لي انه المراه هي حره بذاتها، المسلم يعني لا يقبل انه مثلا اخته او بنته تتزوج الا بتبتبات من شريعه محمد، ويعني لا يقبل انه تروح مع انسان حر وتكون هي حره تمارس الجنس كما تريد مع الشخص اللي تعجب فيه وتريده، يعني لا يقبل المسألة هي مسألة الحرية، ولكن يقبل انه بنته تنضرب وما في اي مشكلة يعني عنده. شو كيف بتشوف مسألة ضرب المرأة؟ يعني بصراحة كلاتنا يعني انا عندي اقارب وعندي ناس وكل اهالينا دول، انا لا يعني اقول واجزم جزما ما في واحد من اهلي انا من جيراننا من قرايبيني الا وضارب مرته، يعني مستحيل تلاقي واحد ما وضارب مرته بحياته. انا هي عن خبره شخصيه احكيها واقولها للعلن لكل الناس، يعني من اهلي من ناسي قرايبيني اولاد عمامي اولاد اخوالي وكل الناس اللي بعرفهم من مسلمين من حبايبي، طبعا اهلي هن بالاخير، بس كلهم بيضربوا نسوانه. شو رايك ضرب المراه بالاسلام؟ جريمة 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 جريمة، يعاقب عليها القانون في أوروبا بالحبس، سنين تنحبس عليها. بس إحنا في بلادنا الظلمية القرآن قال لك اضرب المرأة خلص طز. أنت جيت لما تروح للمحكمة في بلادنا العربية تقول له القرآن قال لي في آية بطيخ قال لي إنه واضربوهن واهجروهن في المضاجع والبطيخ، خلص ولا إيش بيصير لك. جريمة كبرى هذه، يعني جريمة كبرى، يعني ضرب المرأة هذه أكبر جريمة، أكثر حاجة خلعتني من الإسلام الوحوش المجرم هذا ضرب المرأة والتعامل مع المرأة والزواج على المرأة، وأنت تطلق المرأة والمرأة ما تطلق، ولما تشتري المرأة تدفع لها زي العبدة، تشتريها زي أنها كأنها غنمة ولا سيارة، و يعني جريمة جرائم كبرى، يعني ضرب المرأة أكبر جريمة. أنا أنت بتقول لي جارك مش عارف، أنا أبويا كان يضرب أمي، أخويا كان يضرب أختي، أنا كنت أضرب أختي. ليش؟ مقتنع بتعاليم الإسلام، الله قال لي أضرب المرأة بدي أضرب المرأة خلاص، بدي أضرب أختي بدي أضرب أمي لأنه الإسلام قال لي هيك، محمد قال لي هيك، ابن الشرموطة هذا الكلب هذا الوحش، لأنه في القرآن المجرم الحديث هذا مكتوب أنه ضرب المرأة حلال، مكتوب في القرآن. أنا ما بديش أقرأ، أنت تستقبل ضيوف تقرأ من القرآن، هذا القرآن هذا لما بقرأ ولا الحديث بسيبني عقد نفسية بقرأهش، فكويس أنه بقرأهش أنه بسيبنيش العقد النفسية، فجريمة كبرى. فأنا حصلت يعني معايا قصة، يعني كنت بشتغل في مطعم تركي، التركي ملحد بس عنده أصدقاء مسلمين، الصديق المسلم
عنده صاحبة ألمانية روسية آسف، وهم يعني مش مسلمة، كافرة ولا مسيحية أي حاجة. أنا حكيت مع المسلم هذا التركي، قلت له طيب أنت مسموح لك تصاحب مرة كافرة مع أنك أنت عارف أنها هي حتخش جهنم، طب إيش رأيك نقول، أقول لك أنا أنه أختك تصاحب واحد كافر، إيش رأيك في الموضوع؟ أعوذ بالله، حرام حرام. طب إيش أنت يا ابن الكلبة مسموح لك أنك تصاحب واحدة كافرة حتخش جهنم، أختك مش مسموح لها تصاحب واحد كافر؟ يا مجرمين، يا وحوش، يا وحوش، يا وحوش. يعني صدقت أخوي، صدقت، وحوش ليس أكثر. القرآن جعل الناس هي وحوش، جعل أهالينا وحوش سكرانين، يعني ممكن شربهم شخاخ وممكن طعميهم للأسف الشديد، يعني للأسف الشديد وصلوا لهالمرحلة هاي من التغييب بالقرآن. في سؤال من زوم عم بيقول لو سمحت وصل سؤال لجون، إيش رأيه بدولة إسرائيل وتعاملها مع البشر في غزة؟ أنا هلقيت حجاوب على أصعب سؤال إنسان الفلسطينية. إسرائيل يا حبيبي عصري، أنا مش صهيوني، أنا مش ماسوني، بس بدي أقول لكم إسرائيل أحسن دولة في الشرق الأوسط يا مسلمين. إسرائيل ديمقراطية، إسرائيل بتسمح للمسلم في إسرائيل اللي عدد سكان المسلمين فيها 20% إنهم يصلوا ويبنوا مساجدهم، وبتسمح للمسيحي إنه يبني الكنيسة ويعمل بده إياه، وبتسمح للملحد إنه يلحق يجر بالحاد من غير أي مشاكل. ديمقراطية في الشرق. بدي أسألك، أنا بدي أسألك أخوي جون، بس تعرف إنه إسرائيل قائمة أساساً على فكرة دينية؟ كلام فارغ يا حبيبي. إسرائيل دولة علمانية، لا هي يهودية ولا هي مسيحية ولا كل الكلام الفارغ اللي بيقوله عنه المسلمين. إسرائيل دولة علمانية زيها زي أوروبا، زي أمريكا، زي أغلب دول العالم، زي اليابان، زي الصين، زي كل دول العالم علمانية للدول الإسلامية الوحوشة الإسلامية. فإسرائيل دولة علمانية. إيش يعني علمانية؟ فصل الدين عن الدولة، يعني الدين بس في الكنيسة، في الكنيس، في الجامع بس. أما إسرائيل أفضل دولة في الشرق الأوسط بين كل هالوحوش الإسلامية. يعني بدك تشبه إسرائيل بالسعودية، بدك تشبه إسرائيل بمصر، بدك تشبه إسرائيل فلسطين، بدك تشبه إسرائيل بسوريا بالعراق، بنقول بنظلم حالنا. أنا مع إني صدقني أنا يعني أنا ما عنديش علاقات مع إسرائيل نهائياً، بس رأيي الخاص إنه إسرائيل أفضل دولة بالشرق الأوسط، وتعلموا منها يا مسلمين بدل ما تحاربوها، تعلموا منها الحرية. تخيل أنت إسرائيل لو كانت فلسطين، إسرائيل لو كانت فلسطين، لو ما فيش إسرائيل هجيت، إيش فلسطين هجيت؟ خرابة زيها زي باقي الدول العربية. بس عشان إسرائيل دولة علمانية فصلت الدين عن الدولة وكبت للدين في الزبالة، صارت دولة متقدمة متحضرة، فيها حضارة، فيها حرية، فيها إيش ما بدك، يعني إيش ما بدك موجودة. كلام فارغ، كلام فارغ إنه الدولة إسرائيل قام على فكرة دينية، كلام فارغ، كلام فيه فارغ. أنا رحت على إسرائيل، كتير فلسطينية راحوا إسرائيل. لما كنا نسأل الإسرائيليين هناك يقول عالم علم الدينين، يقول عالم هذول الناس متخلفين. فأغلب اليهود زي أوروبا علمانيين كفار، يعني مش متدينين، بروحوش على الكنيسة تبعهم. فإسرائيل أفضل دولة، وشوف أنت الاقتصاد تبعها، اقتصاد إسرائيل بعادل زي نفس بالضبط زي اقتصاد أوروبا. ليش؟ لأن انفصلوا الدين عن الدولة وقالوا ان دولتهم علمانية ما بتطبق الدين الكلام الفارغ غيره، فصاروا دولة محترمة تحترم القانون والحريات وحقوق الانسان. يعني في مسلمين في اسرائيل
اللي جاي من هذا الفلسطيني اللي هددني بالقتل، انا من القدس، انا معاه جنسيه اسرائيليه، بس خلص هو مخلوق هيك، هو اهله ربوه على الارهاب والقتل والدم، فتعود من اهله للاسف الشديد. اشكرك جون، اشكرك على كل حال. زوم، انا اتمنى ما تتهمني انه ولما اواجه اسرائيل لانك سالت الضيف رايه، يعني انا اتمنى الناس تفهم الرأي والرأي الآخر، يعني على الأقل تفهم موضوع الرأي الآخر. اعتبروني صهيوني، اعتبروني ماسوني، بس أنا رأيي طز فيكم، الحقوني وقتلوني. إسرائيل أفضل دولة في الشرق الأوسط، أفضل دولة، وما حد يتكلم على إسرائيل بالمرة، لأنكم أنتم وحوش، وإسرائيل هذه عملت حضارة وتقدم وازدهار في اسرائيل. تخيل انت تروح، انا رحت على اسرائيل، انت ما رحت على اسرائيل. اسرائيل زي اوروبا، زي بريطانيا. كيف بريطانيا عندك؟ مش كويسه؟ حلوه وجمال وحضاره وتقدم وازدهار ومصاري. واسرائيل نفس الشيء. طب ايش اسرائيل بالنسبه لسوريا؟ سوريا صفر. ايش اسرائيل بالنسبه للدول العربيه؟ السعوديه، الكويت، البحرين، مصر، كل الدول العربيه. اسرائيل احسن منهم كلهم. طب اشكرك اخوي. انا صهيوني، انا ماسوني، طز فيكم كلكم. وطزي معك كمان، يعني اطزطز كمان انا. على كل حال، طيب خلونا ناخذ في الاخ صلاح عم بيقول: جان انت عظيم، انا اشكرك، يعني اشكرك. وانا لست عظيم بصراحه، انا انسان كثير عادي، كثير انسان بسيط. في سؤال جون عم بيقول: لماذا لم تذكر خطورة إسرائيل العنصرية الصهيونية الإرهابية اللي بتقول بأهلك بغزة تمتلك أسلحة نووية قادرة على نس العالم؟ طيب أنا ممكن أرد. آسف حبيبي جان، خليني أرد. إسرائيل كم قتلت من الفلسطينيين أو من الدول العربية من الحروب القديمة؟ كم قتلت؟ 1000، 2000، 3000، 4000، 10000؟ أكثر من هيك ما في. كم قتل المسلمين بعضهم في بعض في سنة واحدة في سوريا، ولا في سنتين، 3 سنين، 4 سنين؟ 1,000,000 سوري مات، 15 مليون سوري مهجر. في العراق 1,000,000 عراقي مات، 10 مليون عراقي مهجر. كم قتلوا الإسرائيليين؟ كم قتلوا؟ عشان نعرف مين بيحترم حقوق الانسان. انا عايش في غزه. جون بس النقطه هذه خليك ارجوك النقطه. انا عايش في غزه. كم قتل الاسرائيليين من غزه؟ ولا شيء. 3-4000. مين مسكر الحدود؟ على غزه؟ مصر مسكر الحدود، تفتح الحدود كل سنه مره. اسرائيل، انا اختي طلعت على بريطانيا عن طريق اسرائيل. اسرائيل تفتح الحدود وبتبعت المعونات والاسمنت عن طريق اسرائيل. ومصر اللي هو الدول العربيه للاسف الشديد بسبب الاسلام المتوحش مسكره الحدود عن غزه بكل تاكيد. على كل حال عشان ما ننقلب الموضوع، بصراحه انا يعني برنامجي هذا، انا لو بدي اقلبه السياسي كان قلبته على بلدي، يعني انا ما بدي ادخل بهالموضوع. ولكن يعني اسرائيل كل روح تزهق، إن كان على يد إسرائيلية أو على يد مسلمة أو على يد أمريكي أو على يد أي شخص كان، غير مقبول، وهو جريمة. طبعا يعني جريمة تبقى جريمة، بس يعني كمان إسرائيل، طبعا وجهة نظرك أنت قلتها أخوي جون، هذا أكيد وحقك هذا. طبعا لنا كمان وجهة نظر، إسرائيل هي دولة يعني أصلا قائمة على فكرة دينية وغير مقبولة. إذا كان فيها البلبلات اللي عم بتصير، يعني صحيح من جحيشنا المسلمين اللي عم بيقتلوا بعض، ولكن يعني المال المصارف اليهودية والمصاري الموجودة، الدعم هذا كمان يعني موجة من فراغ، يعني هن لهم يد في كل الخراب هذا حتى يبقوا هم يعني في هالشكل اللي شايفينه. على كل حال، يعني بصراحة أنا الوقت صار عندي تمام، يعني تقريبا لازم نغلق. طب أخونا أمين حابب يعمل مداخلة، يا ريت تكون مداخلة قصيرة. أخوي أمين تفضل.
انا بستاذن منك جان، وبستاذن كمان من جان، وبس تشوف انت صارت اطول من ما انت بتحب، ما عليك الا بس تعمل ميوت ونخلص الحلقه. بس انا صراحه يا جان بطلب، مش جان لك، جان الفلسطيني، بطلب منك يا حبيبي معلش، انت هون بحلقه مع شباب. انا اول شيء دخلت اعمل لك بسموها مديح، يعني امدح المداخله تبعك، بس صراحه استفزيتني، مشان هيك رجعت طلبت. وبطلب منك يطول بالك علي وتسمع الراي المختلف شوي عنك. يعني حرام ما بيجوز، انا ماني فلسطيني حبيبي، وانا مش واجبي انا دافع، مش انه مش واجبي، يعني ما حدا دافع لي تدافع عن فلسطين او دافع عن الوجع يلي الشعب الفلسطيني عم بيعيش تحته. بقى انت يا حبيبي عندك اختبار معين، ما بيجوز تقلب للميل الثاني. بتمنى ما تقاطعني، اوكي احكي قد ما بدك بس ما تقاطعني. ما بيجوز الموقف يلي انت عم تحكي عنه، لما العالم كله بده يحاسب. انا عم بقول لك تحضر، بده يحاسب يوما ما على جرائم حرب. تعرف شو يعني جرائم حرب قامت فيها اسرائيل تجاه الشعب الاعزل الفلسطيني المعتر؟ بقى انت عم بتصف مع الجلاد. يعني انا بتاسف انه اسمعك، مثل ما كنت سمعتك وحبيت امدحك. انا ما عندي هلا كره لك او شيء، ولكن بدعيك يا تشرب يمكن كيسان زياده وتفكر باللي هلا عم تسمعه، لانه ما بيجوز انت تصب حقدك هلا بدون ما تعرف عم تصبه على الاسلام. وصرت تشوف انه اسرائيل ما عدت تشوف فيها انت الوجع ألام شعبك. يعني ما بيجوز تخون ألام شعبك. انا عم بقول لك اسرائيل سوف تحاكم. يا حبيبي انا اشكرك ووصلت الفكره. طبعا هو لا يقصد هاي الخيانه، وكلمه خيانه بصراحه شوي ثقيله، يعني نحن بنتمنى ما نستعملها في حديثنا مع بعض، يعني هالكلمات هي يعني بصراحه. يعني هو اغلب شبابنا بصراحه، يعني ليس انا مو دفاعا عن جون ولا عن غير جون، اغلب شبابنا بيشوف الواقع الاسرائيلي على اساس انه دوله متقدمه، هذه بدنا اياه منا، يعني انه عايشين بسلام والمواطن اللي عايش على ارض اسرائيل هو اخذ حريته. فهي الفكره اللي اغلب شبابنا يعني خلينا نقول منبهرين في باسرائيل، انه دوله علمانيه فيها الانسان اخذ حريته. هي هذا القصد اخونا جون، وليس انه قصد انه يشجع على دم شعبه مثلا ولا شيء من القبيل. يعني انا اتمنى اكون اخونا امين، يعني فهم الوضع. يعني هي مساله ليست مساله انه مثلا جون يشجع على دماء اهله او شيء من القبيل، او خيانه لدماء اهله، لا اظن. يعني جون تفضل، كلمه اخيره بتحب تقولها عشان قبل الكلمه الاخيره بس تعليق للاخ. يعني انا ما عنديش علاقات مع الاسرائيليين. انا عارف من خلال المقابله هذه حيتهمون المسلمين. سيبنا من الاخ الامين، اخ امين اخ محترم، اللي هم المسلمين اللي عايشين في الظلام هذا في غزة، حيتهمون اني يهودي صهيوني ماسوني. صدقني ما عملت اي مقابلة ولا بعرفهم نهائيا، بس انا انسان بحلل. كم انا حكيتها مباشرة، كم قتل الاسرائيليين من الفلسطينيين؟ كم قتل؟ 1000 2000 3000 4000 5000 10000، وخلال قديش؟ 70 سنة. كم قتل المسلمين بعضهم في بعض خلال بس سنتين ثلاثة؟ سوريا 1000000 راح فيها، العراق 1000000 ولا أكثر راح فيها، ومهجرين بالملايين، نص الشعب مهجر. فتروح تشبه لإسرائيل بالدول العربية، حرام عليك. على كل حال أنا أشكرك جون، أشكرك جزيل الشكر، فكرتك وصلت وعدت أنت، وهذا لا يعطي لإسرائيل الحق أنه تقتل حتى النملة. يعني وطبعا الدماء الموجودة بس عم تروح بالعراق وبسوريا، يعني إسرائيل ليست بريئة منها. كل براءة دم يوسف، ما بعرف شو بسموها الخزعبلات القرآنية. خلينا بس الكلمة الأخيرة صح؟ الكلمة الأخيرة ولا كيف؟
اوكي، الكلمه الاخيره يا مسلمين، يا مسلمين خلوا عن دين الاجرام، دين الارهاب، دين قطع الرؤوس، دين اكل لحوم البشر. حرام عليكم اللي بتعملوه في بعض قبل ما تعملوه مع الاخر. كفايه 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 دمار وخراب ودمار وقتل وذبح وتقتيل، يعني ما في عبارات، ما في عبارات. انا مغلول من الاسلام، دين الاجرام هذا. كفايه كفايه، يعني كل اللي بتمنى المسلمين انهم يتعلموا من الغرب، بدل ما يحقدوا على الغرب يقولوا عنهم كفار، لا يتعلموا منهم، تعلموا منهم الحرية، تعلموا منهم التسامح، تعلموا منهم الديمقراطية، بدل ما الرؤساء اللي حاكمينهم الشيوخ العفاريت ضلكوا حاكميكم للأبد، لا دمروا المساجد وخربوها وافتحوا مدارس لتعليم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. يا مسلمين كفاية كفاية ذل وكفاية صلاة وكفاية هبل، تعلموا الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان يا مسلمين. شكرا لك. أشكرك جون، أشكرك جزيل الشكر، وأشكركم أصدقائي على المتابعة. طبعا بكرة في عنا حلقتين مع نبينا سامي ذيب الساعة 5 بتوقيت لندن، وحلقة مع أخونا فؤاد الصباغ راح تكون عن الوحي والنبوة الساعة 8. طبعا بمناسبة موعد البرنامج راح يكون يوميا الساعة 7:30، حتى لأنه الساعة 9 بكون بدأ أخونا أحمد حلقان، وأنا موعدي هو 8، ولكن سويته قبل بنص ساعة لأنه البرنامج بياخد 1:30 وأخوي أحمد ببدأ، فأنا أحب وقت أنتهي يبدأ أخوي أحمد عشان ما يصير أي خربط على أخوتنا المتابعين. يعني أشكركم أصدقائي، طبعا أتمنى دعمكم بالمشاركة بالقناة وعمل شير لهالحلقة هاي لكل الحلقات. جون حبيبي عسلي على أنه طيب تفضل. يا ملحدين أنا بحبكم، أنا بحبكم، أنتوا الله، أنتوا الله، ما فيش الله، أنتوا الله، فأرجوكم تقدموا للأمام، تقدموا للأمام وقودوا الفرس، وإحنا مش عبيد لله، إحنا عبيد لكم، إحنا وراكم 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 لعين ما ندمر كل هالصرح الإسلامي، وراكم يا ملحدين وإنتم القادة وإحنا تلاميذ عندكم، إحنا أتباعكم، صدقوني إنتوا اللي حتدمروا كل صرح إسلامي وحتقلبوا الدول العربية من دول ظلامية إلى دور إلى دول الحرية والتنوير والحب إلى الأبد. أشكرك أشكرك، بعون جلدة الحنفية أكيد راح نقلب الظلام إلى نور، ويعني ما نخلي شيء من الظلمة، والظلمة لازم تنزال لأنه هذا زمن العلم وزمن الضوء. فطمن أخوي جون أكيد راح تنقلب الآية. أشكرك جون وأشكركم أصدقائي على المتابعة، وأشوفكم بكرة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.